أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج رحمة للعالمين تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. سنخصصها للحديث عن التسامح ودوره في بناء مجتمع متماسك. السلام عليكم. من المسلم به أن التسامح أحد روافد تعزيز العلاقات الاجتماعية وتثبيت الثقة المتبادلة بين الناس كقوة إنسانية فاعلة لها آثار تنمي الأفكار البناءة في النفس والمجتمع، وتؤكد على أهمية قيمة التسامح في رفع جودة حياة الناس. وللتسامح آثار نفسية إيجابية تعود بالفائدة على الصحة النفسية للفرد والمجتمع ككل. فالتسامح قيمة تساعد على الشعور بالسلام الداخلي، وتعطي لأفراد المجتمع دفعة قوية للإحساس بالأمل وتجديد الشعور بالحب والخير. ذلك أن العلاقة وثيقة بين الالتزام الأخلاقي والصحة النفسية، وأن ذلك أهم وسيلة في توطيد العلاقات وترسيخ الثقة المتبادلة بين الناس. فالمجتمع المتسامح أكثر تمتعا بحسن المزاج، وأقدر على المبادرة من غيره، وأقرب إلى التفاؤل بالحياة من الآخرين، وأقدر على بناء علاقات جيدة بين أفراده، وهو ما يبعث الرضا والثقة والأمل في المستقبل لدى أفراده. وهو مجتمع كذلك تقل فيه الجريمة وتزيد فيه الفضيلة، فكيف نعيد التوازن لمجتمعنا المسلم، وكيف تساهم هذه القيمة، قيمة التسامح، في بناء مجتمع متماسك؟ نتابع العرض التالي ثم نشرع في النقاش. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بالدكتور يوسف حنطابلي، الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع، معي من الجزائر عبر خدمة سكايب. مرحبا بك دكتور، وشكرا جزيلا لقبول الدعوة وللانضمام إلينا. بداية في موضوع التسامح وعلاقته ببناء مجتمع متماسك، اليوم من خلال الملاحظة ومن خلال الدراسة كذلك لواقع المجتمعات العربية وربما واقع المجتمع الجزائري كنموذج، ما الذي تلحظه دكتور يوسف فيما يتعلق بهذا المعنى، معنى التسامح؟ هل هو موجود في المجتمع؟ هل له أثر في المجتمع؟ أم أن هذه القيمة من بين قيم أخرى مجتمعية نسيت ووقع تجاوزها مع الملاحظة؟
أولا لكل شيء نشكركم على كرم الاستضافة والاهتمام بهذا الموضوع الذي أعتقد أنه موضوع يحمل دلالة تعطي انطباع أو تعطي معنى بأن العلاقات الاجتماعية أو بناء شبكة من العلاقات الاجتماعية أساسها التسامح والعيش المشترك هي من المؤشرات الثقيلة التي قد تكون لديها دلالة لنشأة ولبروز مجتمع حديث فيه من القيم التي تجعل العيش المشترك ممكنا. إذن أعتقد بأن مفهوم التسامح هو مفهوم يعني يأخذ دلالة معاصرة أو حديثة ممكن في المجتمعات التقليدية هذا المفهوم لم يكن بارزا ولم يكن لديه هذا القوة في الطرح والقوة في الحضور وإعطاء معنى لوجود أفراد داخل المجتمع يتعايشون ويتعارفون كما هو مدلول في القرآن الكريم، بمعنى أن أنا أعتقد بأن التسامح هو مؤشر لبروز هذا المجتمع المنشود في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، ولو أنها تحمل في معانيها وفي ذاكرتها الجماعية وفي مخيلتها الاجتماعية هذا المعنى الثاني وهو انتماء إلى أمة وانتماء إلى دين وإلى حضارة وإلى قيم سامية، إلا أن في الواقع المعاش ما زال هذا المفهوم لم يأخذ معناه الحقيقي في الحياة المشتركة. ممكن وخاصة التحديات المستقبلية التي تجعل هذه المجتمعات في حالة توتر لتجاوز المحنة ولتجاوز أزمة تراوح مكانها، وهذه الأزمة هي التي تعطينا مدلول بأن هذه المجتمعات لم تستطع أن تخرج من حالة ما يسمى أو كما يسميها ملك بن نبي المجتمع الذري، يعني لصوصيتي أتوميك، بمعنى أن الفرد لا يشعر بأنه ينتمي إلى شبكة من العلاقات الاجتماعية، يدخل في علاقة تضامن وتعاون لتجاوز حالة الأزمة وحالة الانحطاط لبناء المجتمع. مؤشراته الأساسية قد تكون اقتصادية، ولكن مؤشراته الأخلاقية هي التسامح والتعايش والتعارف. ولو أنني أنا في مستهل هذا المقدمة، أعتقد بأن التسامح يجب أن ينتقل من كونه مزية أخلاقية إن صح التعبير تبرز أو تنبع من الفرد إلى واجب مواطني يعطي للفرد شعور بأن هذا التسامح له رهان اقتصادي وسياسي واجتماعي يتجاوز أو يتجاوز ذلك المدلول الذي يكون وكأنه مزية تنبع من الفرد حيال فرد آخر يتسامح معه في حكم أنه يتنازل عن بعض أفكاره أو يعطيه انطباع بأنني أتجاوز عن 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 ما أعتقده أنه ناقص فيك أو مختلف عني. هذا هو ممكن المقدمة التي أشرح بها. طيب دكتور يوسف، أشرت أنت في كلامك إلى أنه التسامح وقيمة التسامح هي قيمة مجتمعية مهمة وعنصر من عناصر بناء المجتمع القوي، المجتمع المنتج، المجتمع الذي يعيش على الأمل وينظر فعلا للمستقبل، وأن أصولها موجودة في الإسلام وفي ديننا سواء في القرآن أو في السنة. طيب اليوم لماذا هناك فارق شاسع بين هذه القيم التي جاء بها الإسلام في القرآن والسنة والتي حرص على أن يكون بها مجتمعا قويا وقد فعل ذلك ربما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة، لماذا هذا الفارق اليوم في واقعنا بين هذه القيم المهمة والواقع المعيش الذي هو في انفصام تام بين هذه القيم، برغم أن يسمحها في خطبة الجمعة، يسمحها في الدروس، يسمحها من العلماء، يقرأها في القرآن، ولكن واقعه منفصم تماما وبعيد تماما عن هذه القيم. أين الخلل برأيك دكتور يوسف؟ يعني لو نغوص حقيقة في هذه الإشكالية، يعني هناك فرق بين المثل وتمثلها، بمعنى أن المثل قد تكون عبارة عن نظرة يعني مثالية، نظرة
تحميلها النصوص أو الخطابات الدينية والوعظية، وتمثل هذه القيم على المستوى الاجتماعي، وتمثلها على المستوى الاجتماعي يحتاج إلى ميكانيزمات. هذه الميكانيزمات مرتبطة بالمستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي، وتجديد هذه المثل يحتاج كذلك إلى وعي ونضج اجتماعي يصل بها المجتمع وفق تطور تاريخي يعتبر بأن رهانات الوجود الاجتماعي مرتبطة بقضايا قد تكون هذه القضايا محل اتفاق وتوافق، وبالتالي يصبح كل القضايا الأخرى لا تطرح على أنها رهانات وتطرح على أنها محل نزاع وصراع. أضرب لك مثلا في المجتمعات التقليدية، وخاصة عندما نتكلم عن المجتمعات الغربية التي أفرزت لنا هذا المفهوم وحاولت أن تعطيه مدلول تاريخي مرتبط بصراعاتها الدينية وصراعاتها إن صح التعبير العرقية التي أفرزتها يعني مراحل متأخرة من تطور المجتمعات الأوروبية، عندما كان الصراع والرهان الوجود الاجتماعي مرتبط بالجانب الديني، فكان رهان التسامح هو تسامح ديني، وهذا التسامح الديني الذي وصلت إليه المجتمعات الغربية هي عندما انتقلت من الرهان الوجود الاجتماعي من كونه ديني إلى كونه اقتصادي، بمعنى أن الحداثة الغربية هي تلك المرحلة التي وصلت بها المجتمعات الغربية، حيث أن رهان الوجود الفرد وتأكيد وجوده وفرض وجوده ليس مرتبط بجانبه الديني بل بجانبه الاقتصادي، فأصبح من 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 الممكن أو من يعني القدرة، أصبحت لديها القدرة على أنها تجسد هذا التسامح الذي كان غير ممكن في الجانب الديني في فضاء أصبح رهانه اقتصادي. عندما نتكلم المجتمعات الغربية في التسامح الديني، لأن أصبح الاقتصاد هو أساس الوجود الاجتماعي وفرض الوجود، ممكن إن تعمقنا في التحليل الاقتصادي وتعمقنا في يعني فهم القيم الاقتصادية كما هي متجسدة والتي تعطي للفرد ذلك الوجود الذي يشعر بأنه دونه لا يمكن أن يؤكده، فقد يكون التسامح أو التسامح الديني موجود ولكن هناك لا تسامح الاقتصادي. نحن نعطيك مثال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما كان رهان الوجود الاجتماعي في المجتمع يعني المكي أو المدني كان رهانا قبليا عشائريا، لما جاء الإسلام فتعالى أو ارتقى بالفرد من وعي يعطي له وجودا قبائليا عشائريا إلى وجود ديني، يعني فأفرز لنا يعني قيم دينية جديدة جعلت الفرد يشعر بأن رهان وجوده ليس مرتبط بقبائله بعشائريته وقبائليته، وبالتالي فاد التسامح القبلي والعشائري. ولكن قوة الفكرة الدينية وتجديدها في الواقع وتعالي تلك الفكرة على الأفراد ورفع همم المجتمع إلى مستوى تطلعات قوية كبيرة، وهي أنها تفتح الأمصار وتنصر الإسلام، ولكن سرعان ما أصبح عندما أصبح الرهان رهان الوجود مرتبط بقضايا دينية وقضايا مرتبطة بالخلافة وغيرها أصبح التسامح غير ممكنا. ولكن مع مرور الزمن تجد معي بأن بقى الصراع القبلي والعشائري، ولكن على مستوى العلمي والفكري وعلى مستوى الفلسفي كانت الحضارة العربية الإسلامية في أرقى مستويات التسامح الفكري والفلسفي، لأن الرهان الوجود ليس مرتبط بأنك تكون عندك يعني قناعات دينية وقناعات عقائدية. في الغرب لا، الغرب لما كان الفكرة العلمية أو الاكتشاف العلمي ينازع الدين، لأن الدين كان هو أساس الوجود وأساس وجود الفرد، فكان هناك لا تسامح العلمي، ولكن لما انتقلت إلى مستوى الاقتصاد أصبح كل شيء متسامح فيه إلا ممكن في قضية الاقتصاد،
كما يسميها كل علماء الاقتصاد أصبحت يعني الفكرة الاقتصادية هي الفكرة الأساسية في الوجود. أنا شو نتكلم بهذه الطريقة؟ لأن لكي نفهم ما معنى التسامح يجب أن يكون هذا المفهوم له مدلول اجتماعي تاريخي حضاري، حتى نفهم كيف أن هذا التسامح ينتقل من كونه لديه مدلول مرتبط بالجانب الديني أو القبلي أو العشائري. والآن نتكلم عن الغرب، هناك لا تسامح حيال الإسلام كما نسمى الإسلاموفوبيا، لأن المجتمعات الغربية الآن بدأت تبتكي وبدأت إلى حد ما لديها نوع أنا سميتها الردة العمرانية. أصبح الإنسان يشعر بأنه مهدد في نولته حيال هويات ممكن تهدد وجوده، وأصبح الجانب الاقتصادي في أزمة، لأن عندما تفرز القيم الأخرى التي هي تعطي دلالة وجودية للحق. دكتور يوسف، باختصار وفي كلمتين تفسيرك أنت في كلمتين مختصرتين يعني حتى يفهم المشاهد، السبب وراء الانفصام بين القيم الجامعة والمهمة التي جاء بها الإسلام وبين واقع المسلمين اليوم. ما فيش علاقة بين القيم في مكان وواقع وحياة الناس وعلاقات الناس في مكان آخر. لماذا لم تتأثر اليوم حياة الناس بهذه القيم التي تأثرت فيها في وقت ما من تاريخ الإسلام؟ نقول بأن هناك قيم مثلى وهناك قيم متمثلة. هناك قيم، وهذا ممكن رهان أو ممكن صمام أمان لوجودنا الاجتماعي والتاريخي، لأن يبقى بأن المجتمعات الغربية التي أعطت للقيم الاجتماعية قيمة وضعية، فلا تعتقد بأن هناك قيم متعالية على المجتمع يلجأ إليها في حال الأسفل، باعتبار بأن ينتجها الإنسان من خلال تطوره ومن خلال اجتهاداته الشخصية. نحن في المجتمعات العربية الإسلامية ما زالت لدينا قيم ضامنة لوجودنا، ولو أنها مجردة، ولو أنها موجودة في خطاباتنا، موجودنا في 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 في, في يعني في نظرتنا المثالية ونظرتنا الوعظية، ولكن تزيدها على مستوى الواقع، هذا يحتاج إلى قيم، أو يحتاج إلى خطاب وعظي، بل يحتاج إلى كما يقال في إلى عقد اجتماعي، يحتاج إلى عقد سياسي، إلى إجراءات. دكتور يوسف، إجراءات ميدانية. نعطيك مثال، الوازع الديني. هناك يتكلمون عن الوازع الديني وهو مرتبط كذلك بالتسامح، لأن الإنسان الذي هو وازع ديني يمكن أن يكون إنسان متسامحا، يعني يتجاوز عن الآخرين أخطاءهم ويتجاوز عن الآخرين اختلافاتهم عنه. إذن الوازع الديني، إحنا في علم اجتماع نعتقد بأن الوازع الديني اللي ما يتحول إلى وازع اجتماعي فهو عبارة عن خطاب وعظي لا غير، بمعنى أن الإنسان لا أن يكون لديه وازع ديني على مستوى القناعة الفردية، واضح كذلك تعرف بأن ذلك الوازع الديني متجذب في الوازع الاجتماعي أو في الوعي الاجتماعي. وهذا الوعي الاجتماعي ممكن تحميله الثقافة، تحميله العادات والتقاليد، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن ينتقل إلى المؤسسات. بمعنى الوازع الديني ونتكلم عن التسامح يتحول من بعد الأخلاقي إلى واجب مواطني، والواجب المواطني هو عندما يشعر الإنسان بأن قيمة التسامح هذه مرتبطة برهان وجوده، بمعنى أنه إن لم يكن متسامحا فقد لا يحقق وجوده السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا حتى الديني. هذا هو الأساس. إن شعر الإنسان بأن التسامح هذا لا يعنيه أو تطبيقه تجسيده على الواقع لا يمكن أن يكون عنه، يعني ينجر عنه تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد وجوده كفرد، فممكن لا يتبنى هذا التسامح. ولكن إذا كان هذا التسامح يعطيه الشعور بالوجود على مستوى الفضاء العام، وممكن إحنا في المجتمعات العربية الإسلامية لم نعرف بعد ما هو الفضاء العام، لأن التسامح لا يمكن أن يكون لديه مدلول إلا إذا عرفنا ما معنى الفضاء العام والفضاء الخاص. نحن ورائنا العام منعدم الفضاء العام في المجتمعات العربية الإسلامية، أصبح لدينا فضاء خاص، ولكن هناك فضاءات منغلقة على ذاتها في
واضح نشعر بانها تحقق اتفاقي او اجتماعي او سياسي، ولكن في نهايه المطاف الفضاءات العام مغلقه هي التي تعطي للانسان شعور كيف يطبق هذا التسامح او كيف يجسد هذا التسامح في حياته اليوميه. وهو طبعا مستاق لقولك دكتور يوسف انه حتى دراسات تقول الان انه المجتمعات التي تكثر فيها الجريمه لا يشعر الناس براحة العيش فيها، بل يبحثون عن الفرار منها والخروج منها. بالإضافة إلى أنه ما تشير إليه دكتور أنه مالك بن نبي أشار إليه في لما يتحدث على كيف بقيت القيم الإسلامية جانينية لم تتحول إلى إجراءات. محمد إقبال نفسه سماها جانينية. سنهوري في مصر يتحدث عن أن هذه القيم أساسة والحكام لم يسعوا جاهدين عبر التاريخ إلى تحويلها إلى إجراءات مجتمعية تنظم المجتمع طبعا بسبب أو لآخر، فبقيت كما عبارة إقبال بقيت جانينية نعرفها نسمع بها ولكن لا نعيشها إلا في أي غير مطبقة لأنها بقيت مجردة كما قلت أنت دكتور ولم تتحول إلى إجراءات وقوانين تضبط علاقة المواطن بالمواطن وعلاقة المواطن بالسلطة وغيرها. نعم الآن ينضم إلينا كذلك دكتور محمد مختار جبالي الأستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الزيتونة من تونس. دكتور مرحبا بك وشكرا جزيلا لالتحاقك بنا. بداية أسألك عن الأسس الدينية لثقافة التسامح لفكرة التسامح، على أي شيء بنى الإسلام الدعوة للتسامح؟ لما تبحث في القرآن والسنة ربما عبارة التسامح قد لا تجدها بهذا الإطلاق، لكن معانيها كلها مبثوثة في الآيات وفي الأحاديث. ما هي أهم تلك الأسس التي بنى الإسلام عليها معنى التسامح؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. لبدء لابد من الإشارة إلى أن مصطلح التسامح لا نجده مستعملا في المصادر والمراجع وفي التراث الإسلامي. كلمة التسامح وردت في مجال معين ونذكر على ذلك نصا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى. فالسماحة تأتي في البيع، يعني حسن التعامل في بعض الأشياء، في المعاملات في البيع والشراء، في القضاء إلى غير ذلك. مصطلح التسامح الآن المستعمل عموما هو التسامح مع الآخر، التسامح لحسن المعاملة مع الآخر المختلف. فالمصطلح التسامح لا يعني ما كان ينظر له السلف الصالح. لو نعود إلى التأصيل الإسلامي وإلى المصطلحات الأصيلة نجد المصطلح الأصيل هو الأخلاق أو حسن الخلق. ويعرف العلماء حسن الخلق في كلمة موجزة، يقولون حسن الخلق هو بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا. بذل المعروف يعني كل ما يصدر عنك قولا وفعلا يكون بالمعروف، أي ما عرفه الشرع الإسلامي، بالحسنة والمعاملة اللطيفة والمعاملة الحسنة. وكف الأذى يعني الإنسان يمنع الأذى عن الآخرين. نعود إلى تأصيل مسائل الأخلاق. الأخلاق لدى المسلمين هي أخلاق مطلقة وليست ما يعني أخلاق مطلقة تعم نزلت من السماء، هي ليست من صنع البشر، وهي أخلاق موضوعية وليست ذاتية ولا ذوقية، على خلاف اللادينيين مثلا. الملاحدة عموما ينكرون وجود الأخلاق ويرون بالأخلاق هي تصنع وافتعال لقضاء المصلحة. فتجد الغربي مثلا يحسن إلى جاره على صعيد البراغمات، على صعيد نفع فقط، ولكن في الحقيقة نظرية الصراع الدارويني والبقال الأقوى وليس البقال الأتقى هو الأصل. فتصنع الأخلاق هو عملية مفتعلة وعملية فيها يعني افتعال للشيء وليست أصلية، هذا في المنظار الغربي اللاديني. نحن كمسلمين والحمد لله نجد بأن الأخلاق قد وضع أسسها نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال ربنا سبحانه وتعالى في وظيفة نبيه عليه الصلاة والسلام
قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية النفوس وتربيتها على الأخلاق الحسنة هي من وظائف الصميمية ومن أدوار الأساسية للنبي ولكل المصلحين. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة أقام هذا المجتمع المدني، أقام دولة الإسلام على أسس قويمة وركائز مستقيمة. الأساس الأول عمل على إصلاح العلاقة العمودية بيننا وبين الله، ناحية التعبدية الناحية الدينية. ثانيا عمل على إصلاح العلاقة بيننا وبين أفراد المجتمع الذي يجانسنا، الذي يشبهنا، ما هو يعني مسلمين. فدعا إلى حسن المعاملة، إلى حسن الجوار، فقال عليه الصلاة والسلام: تآخوا في الله أخوين أخوين. فتآخى المهاجرون والأنصار، وأخذ الأغنياء من الأنصار الفقراء من المهاجرين، وقاسموهم أملاكهم وديارهم، وأعطوهم ما شاء الله. وكان الإيثار وحكاية، وهناك قصص وأشياء عجيبة بقيت غرة في جبين التاريخ. ثم نظم العلاقة بيننا وبين الآخر مع أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم، فجعل الوثيقة وهي أول دستور يكتب في تاريخ البشرية. فدين الإسلام نظم هذه العلاقة. العلاقة الأخوة والمودة والمحبة نجد فيها تأصيلا شرعيا، وهي عبادة يتقرب بها الله عز وجل. فالمسلم يحسن إلى جاره حتى ولو كان لا يوافقه في الاعتقاد، يحسن إليه بدافع ديني، وتجده يحفز إلى هذا العمل وينشط إلى هذا العمل طمعا في مرضاة الله، طمعا في الثواب، وطمعا في الأجر. فالأخلاق، سؤالك يعني جميل، قلت لماذا لا نجد التمثل لهذه الأخلاق الإسلامية في واقعنا؟ هناك أسباب عدة. أنا أرى والله أعلم أن السبب الأساسي يعني 70% هو استبعاد الإسلام من الواقع. فالعلمانية التي عملت على فصل الدين عن الدولة ثم فصل الدين عن الحياة، يعني تركت الإسلام هكذا يعني مجرد شعارات، مجرد أخلاقيات، يعني بعض الناس يطبقون الإسلام على هواهم. فالزكاة مثلا كانت قبل مؤسسة رسمية تعمل على إقامة شعيرة الزكاة، الآن لا نجد هذا الأمر، بل الناس إن شاءوا أن يزكوا فلهم ذلك، وإن امتنعوا فلا لا يعاقبهم القانون، لا يطاردهم، لا يتعقبهم، بل يطالب منهم الأداءات القانونية والضرائب القانونية. على المسلم أن يواظب على صلاته، والدولة تحث على ذلك وتلزمه بالتزام الصلاة، وتلزمه بإقامة شعائر الإسلام، وتلزمه بالأخلاق الإسلامية. نحن نجد الأخلاق غير موجودة حتى لدى السياسة والحكام. فنسمع عن حكامنا العرب كل العار والشنار، نسمع عنهم الفضائح، نسمع عنهم الخيانات. وكما تعلمون بأن المجتمعات تريد قدوة وتريد أسوة. قديما كان الناس والحمد لله كما قال الأثر الجميل: الناس على دين ملوكهم. كانوا في عهد عمر بن عبد العزيز كان الناس في مجالسهم يتحدثون عن قيام الليل وعن الصدقات وعن فعل الخير وبر الوالدين، نعم، والاجتهاد في الطاعة، لأن إمامهم كان صالحا. في عهد الأمويين كان الناس يتحدثون عن البناءات والعمران، يتنافسون في بناء القصور. في عهد العباسيين صار القوم يتنافسون في الجواري والغناء والرقص، لأن الخلفاء قد اهتموا بمثل هذه الأشياء. فالناس على دين ملوكهم. نحن لا نجد الأخلاق الإسلامية ولا نجد لها قدوات أو أيقونات، بل تركت هكذا للاجتهاد الفردي. فلذلك لا نجد التزاما وانضباطا، صارت هناك ميوعة أو ما يسمى بالسيولة في القيم، كما نجد السيولة في المعتقدات في الغرب، صارت لدينا كذلك نحن في الإسلام في المجتمعات الإسلامية شيء من السيولة في الاعتقادات وكذلك في السلوكيات، وهذا عنصر أساسي ومهم في ذلك. طيب دكتور يوسف، فيما يتعلق ب حتى يعني هذا التشخيص مهم جدا، يعني حتى عليه تبنى الأفكار، أفكار الحلول. الآن هذه المجتمعات العربية الآن يعني ما الذي ينقصها حتى تمضي في إقامة مثل هذه الأخلاق
التي تعلي قيمة الإنسان، تعلي قيمة المواطن، التي تساهم حقيقة في بناء مجتمع ينتفع جميع أفراده بالخير. كيف يمكن إعادة، دعنا نقول، هذه القيم وهذه المعاني إلى نفوس الناس، إلى سلوك الناس اليوم؟ في الحقيقة يعني عندما نتكلم على مستوى الجزئي، نحن نتكلم عن التسامح، نتكلم عن مجتمع تسوده قيم التعارف وقيم التعاون والتضامن، هذه ممكن أعتقد بأنها مؤشرات لتجاوز أزمة نحن نتخبط فيها. بمعنى أن هذا الذي نطرحه الآن، هل يعني بمجرد أن نبث في مجتمعنا وفي واقعنا قيم التسامح يمكن أن نحل إشكالية النهضة وإشكالية ما يطرح الآن من أفكار حول انبثاق مجتمع جديد وعقد اجتماعي جديد لتجاوز هذا الانحباس إن كان صح التعبير الحضاري والانحطاط الذي تعرفه المجتمعات العربية الإسلامية في كل مستوياتها؟ بمعنى أننا لا نتكلم عن بلد واحد أو منطقة معينة، نحن نتكلم عن من المحيط إلى المحيط، كل هذه البلدان التي يشملها العالم العربي الإسلامي تتخبط في أزمة يعني أصبحت محل يعني نقاش وحوار واهتمام مفكرين يعتبرون بأن تجاوز مرحلة الانحطاط وتجاوز مرحلة الأزمة واستئناف الحضارة العربية الإسلامية يكون من خلال انبثاق هذا المجتمع الجديد المرجو تأسيسه، والذي هو بحد ذاته سوف يفرز لنا قيمة التسامح وقيمة التعارف، لا نقول تختفي فيه الجريمة والعنف، وممكن حتى لو نتكلم بطريقة سوسيولوجية محضة بغض النظر عن الجانب الأخلاقي وحتى الجانب القانوني، حتى هذا التوتر السياسي الموجود والتوتر الاجتماعي هو يعني مؤشر لشيء ما يحدث في المجتمع، حتى يصل الجزائري أو المواطن العربي إلى مستوى أنه ينضج فكريا ينضج اجتماعيا، لأن حتى التسامح كمفهوم والذي نشأ في الغرب نشأ نتيجة هذا الصراع الذي وصل به المجتمعات الغربية، أنها وعت بأنه لا يمكن أن تواصل المجتمعات وجودها وتحقيق يعني ازدهارها إلا بقيم التسامح. إذن القضية ليست قضية أخلاقية، قضية وعظ وإرشاد بقدر ما هي قضية وعي ووصول إلى مستوى النضج الذي يشعر من خلاله بأن هذا التسامح أصبح ضرورة وليس عبارة عن اختيار أخلاقي. بمعنى الضرورة هو أن هذا عندما يدخل علاقات اجتماعية مع الآخر يعتقد بأن لا وجود لكينونته ولتحقيق المستويات المختلفة لهذا الوجود إلا بقيم سميها التسامح، كما الآن حتى في المجتمعات الغربية بدأوا يتجاوزون كلمة التسامح، يتكلمون عن التعارف التلارك والميسانس، والآن كل الفلسفات الغربية تحاول أن تبني ما يسمى التعارف، ولو أنني أنا لا أتفق مع كلمة التعارف ولو لا قلت لا تعارف، الاعتراف ليس التعارف، الاعتراف بالآخر، الاعتراف بالآخر، أن الاعتراف لديه مدلول إيديولوجي، بمعنى أن هناك ذات متعالية تعترف بذات أدنى منها. أنا أعتقد بأن الكلمة الأكثر قوة والأكثر مدلول وهو التعارف، بمعنى أن الإسلام والقيم الدينية يعني أعطتنا هذا المعنى وهو التعارف، لتعارفوا نعم تعارفوا، وليس ليعترف أو يتسامح الآخر مع الآخر، لا، التعارف وهو أن يعني الآخر هو عبارة عن شريك اجتماعي، شريك اقتصادي، شريك سياسي، وفق نموذج ووفق رؤية مجتمعية معينة لبناء حضارة. طيب دكتور يوسف، حتى لا تبقى حتى لا يبقى دكتور يوسف حتى لا يبقى كلامنا النظري كذلك، ما الذي تقترحه أنت على سبيل المثال من إجراءات لابد على أولي الأمر بالأساس، لأنهم هم أصحاب المبادرة وبدهم قوة فرض القانون يعني والقرار،
أن يبادروا به من أجل فعلا إنقاذ هذه المجتمعات. لأنك لما تروح تتابع نسبة الجريمة تجد الجريمة في ازدياد من سنة إلى أخرى، نسبة الطلاق في ازدياد من سنة إلى أخرى، الاغتصاب من سنة إلى أخرى، وفي المقابل التسرب المدرسي يزداد من سنة إلى أخرى، سوء الأخلاق وهو طبعا هذا انعكاس لذلك في كل الحالات. يعني مؤشرات السلبية والحمد لله موجودة ومتوفرة في مجتمعاتنا العربية. ما هي الإجراءات دكتور من باب الاختصاص يعني التي لابد في المبادرة بها، مبادرة بسرعة، لأنه لا يمكن الانتظار، وإلا فعلا مجتمعاتنا سائرة لا قدر الله نحو مزيد من التفكك. نعطيك حتى أجيب على هذا السؤال. نحن في الجزائر هناك عملية إسكان، إسكان لإحياء جديدة، يعني عرفت الجزائر في العشر سنوات الأخيرة يعني إحياء جديدة تضم قرابة 1000 أو 2000 مسكن. والملاحظ في هذه السكنات الجديدة أن نسبة الجريمة ارتفعت، نعم، رغم أن قاطنيها هم الذين كانوا يعانون من أزمة سكن. يعني هناك مفارقة، كيف يمكن أن يكون الإنسان حل مشكل سكني وسكن في مسكن جديد وفي حي جديد ترتفع في ذلك الحل نسبة الجريمة؟ الجواب على السؤال هو ممكن يبدو بأنه بسيط، ولكن هو الذي يعطينا المؤشر الثقيل بأن المجتمعات العربية لم تستطع لحد الآن إفراز قيم مدنية حضرية تعطي للفرد قيمة الوجود، بمعنى أنها تنظر إلى هذا الفرد على أنه لديه حاجيات اقتصادية بيولوجية معضة. الأحياء الجديدة التي أنشئت عديمة مؤسسات ثقافية ودينية والمرافق الترفيهية، يعني تجدها مساكن بفضاءات فارغة. هذا المعنى هو اللي يعطينا مدلول بأن لحد الآن لدينا مدن ممكن، ولكن ليست لدينا يعني مدنية، والمدنية تنشأ من خلال حرية الإنسان. أعتقد بأن الإشكال المطروح الآن وخاصة لما نتكلم من ناحية سياسية، الاستبداد لا يمكن أن يفرض لك قيم التسامح. الآن نتكلم عن الحرب، نتكلم عن الانتحار، نتكلم عن الجريمة. إذن هذه كلها مؤشرات تبدو بأنها ظواهر اجتماعية، ولكن مسبباتها مرتبطة بهذا المجتمع المأمول الذي لم نصل إليه أو إلى بنائه نتيجة احتقان سياسي مثلا يراوح حكامه في هذه المجتمعات التي لم يستطع حكامها إلى إفراز فضاء عام يعطي للفرد الحرية حتى يعبر عن أفكاره، يعبر عن تطلعاته، ويتفاعل مع الآخر، ويشعر بأن هذا الآخر لا يمكن أن أو لا يعني من خلال يدي يشعر بأن هذا الذات أو الهوية لا يمكن أن تتحدد وأن تصل إلى مستوى الوجود إلا بوجود هذا الآخر في هذا الفضاء. إذا لا يمكن أن نتكلم عن التسامح وعن زوال هذه الظواهر السلبية إلا إذا استطعنا أن نعطي للفرد هذا ويخرج من حالته الذاتية إلى الحالة التي تعطيه ذلك الرهان الاجتماعي، نعم، الذي من خلاله يشعر بأن الآخر الذي يختلف معه فكريا، يختلف معه سياسيا اجتماعيا، نعم، ممكن في تطلعات اقتصادية، ليشترك معه وبناء مستقبل عيش مشترك ووفق رؤية مستقبلية واضحة. دكتور مختار جبالي، ما قيمة وأهمية الإيمان في هذه العلاقة، في عملية التسامح، عملية التنازل، عملية العفو عند المقدرة من أجل مصلحة عامة؟ ألا ترى أنه فعلا الإيمان له دور مهم جدا في ذلك؟ جوابي بالأبيات الجميلة لمحمد إقبال الشاعر الباكستاني المعروف رحمه الله، أبيات تغنيها الفنان، يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمانة، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا.
الإيمان هو أساس بنيان الإنسان. وأنا أعترض على ما قاله الأستاذ الفاضل عندما قال القضية ليست قضية وعظ وإرشاد. أقول لا، كلا، بل الوعظ والإرشاد الديني هو الذي أصلح نفوس الصحابة الذين كانوا وحوشا وكانوا يعيشون جاهلية جهلاء، وكانوا يقطعون الأرحام ويقطعون السبيل وكانوا يقتتلون وكانوا لا علاقة لهم بالحضارة، كما قال تعالى وهو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه الماتع ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، يقول كان العرب قبل الإسلام يعني في الجاهلية كانوا يسيرون على الأهواء ويركبون العمياء ويخبطون خبط عشواء. نبينا عليه الصلاة والسلام جعل من هؤلاء العرب المتوحشين الذين لم يعرفوا حضارة ولا مدنية ولا ثقافة، كانوا أميين، جعل منهم بعد أن كانوا رعاة للغنم صاروا قادة للأمم، أخرجهم من ظلام الشرك والجهل إلى نور التوحيد والعلم. الإسلام أساسه الأخلاق والقيم، نعم، وقلت هذه القيم قيم مطلقة نزلت من السماء وهي موضوعية وليست ذوقية. فالدين حث الناس على فعل الخير، ونحن نرى الآن في سجون أمريكا وفي أوروبا صاروا يقومون بدعوة المشايخ والوعاظ المسلمين حتى يقوموا بتربية هؤلاء السجناء. خذوا مثال هذا الملاكم العالمي مايك تايسون، هذا كان يضرب الناس بالبنية وكان يكسر وجوه الناس وكان في يعني سلوك غير عادي من العنف، لما أسلم صار متأدبا بأخلاق الإسلام، وغيره كثير والحمد لله. فالإسلام والوعظ الديني والفلسفة الدينية والقيم الدينية والإيمان هو صمام أمان في تربية المجتمعات. نعود إلى قضية الأخلاقية، لماذا لا نلتزم بالأخلاق عمليا في أوطاننا؟ لأنه ينقصنا القدوات. شبابنا لما ينظروا في التلفاز والبرامج من هم قدواته؟ لابد من قدوة أسوة حسنة. إعلام العار والاستعمار، هذا الإعلام الفاشل العربي، يعرض علينا نماذج فيها المخنفين والمفسدين والأشرار، فصارت النماذج التي يقتدى بها لدى الشباب هي الشطاح الفلاني والرقاص الفلاني وأغنية من هنا وهناك وجماعة المسطولين وجماعة المخدرات والعري والفجور. فهؤلاء القوم بثوا أخلاقهم وبثوا سمومهم في صفوف الشباب. أين الدكاترة؟ أين الأساتذة؟ أين الحكماء؟ أين القدوات الحسنة؟ أين الأطباء؟ أين الاختراعات العربية والإسلامية؟ غيبها حكام العرب الخونة ولم يترك لنا إلا الرقصات والمميسات والخمارين والمسطولين. فأين ستجد الأخلاق؟ أين ستجد بر الوالدين والإيثار ومحبة الجار والتصدقات؟ هذه يعني انقرضت أو بدأت تنقرض شيئا فشيئا. فالتسامح وحسن الجوار وحسن المعاملة يجب أن يكون هناك قدوة. انظروا مثلا الحركة التي قام بها إدريس أغاي، هذا اللاعب السنغالي بارك الله فيه ونحييه من هذا المنبر، كثر له من أمثاله، لما امتنع عن لباس هذا القميص، قميص هؤلاء الشواذ المرضى، قام ضد المصالح الفرنسية وأراد معاقبته، ولكن وجد مناصرة من قبل الشرفاء والأحرار في العالم أجمع، وأكبر ترند وهاشتاغ لنصرة إدريس أغاي من قبل الشرفاء عالميا حتى غير المسلمين، والحمد لله. فالقيم موجودة لدينا نحن كبشر، لكن لابد لها من تحفيز، لابد لها من قدوة. حكام العرب يعني فشلوا في الأخلاق، بل معظم الجرائم نسمعها تخرج من قصورهم ومن مجالسهم، لا نجد أمثلة نماذج حية حتى يقتدي بها الشباب في الرياضة، في الفن، في المجالات الثقافية، فالمجتمع يشهد بسهولة. فنريد أن نوجد هذه القدوات إن شاء الله في الأحياء الشعبية، في المجالس العلمية، في برامج اجتماعية، نعمل على إبراز هذه القدوات الطيبة، وإن شاء الله المجتمع يصلح أمره ولا نئس من روح الله. فالإصلاح ممكن والحمد لله، والأمة الإسلامية فيها خير، ولكن لم تجد مصلحين جادين في هذا الأمر ومدعومين كذلك المصالح الرسمية من قبل السلطة، وهذا لصالح أمره والحمد لله. دكتور يوسف، طبعا الشيخ الجبالي حتى مسألة الشواذ هذه
ربما قد لا تكون معترف بها عنا في العالم العربي الإسلامي، لكن في أوروبا هذم قوانين تحميهم وتعاقب حتى من يتهجم عليهم أو كذلك يعني يدعو إلى عدم وجودهم أصلا. هناك قوانين في أوروبا، وبالتالي انطلاقا من هذا كانت الإلزام بعض الناس بلبس هذا القميص أو شيء من هذا، وإن كان داخله كله في إطار عملية الاعتراف بالآخر، كلمة الاعتراف التي لا يحبها الدكتور يوسف، لكن هكذا المجتمعات هذه تقول نعترف بالجميع. ولما تبتعد المجتمعات ربما عن المقياس الديني والإيماني قد تحصل فيها كل هذه المسائل. لكن دكتور يوسف، شيخ جبالي أثار نقطة مهمة جدا، أود منك التعليق قبل أن نختم، وهي مسألة القدوة، يعني التربية بالقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة، صحابة كذلك بعد ذلك، وحتى المجتمعات يعني حينما ابتعد الساسة عن القيم الدينية الرسمية بقي المجتمع متمسكا بها في مغض، لأن العلماء كانوا بعيدين عن السلطة السياسية، وبالتالي كانوا مؤثرين بقدوتهم بسلوكهم في المجتمع، فبقي المجتمع يشتغل. وأنت أشرت إلى أنه أنجز إنجازات عظيمة جدا في العلم وكذا، مع تدني في المستوى السياسي، يعني صارت يعني اقتتال يعني وتوريث، لكن علميا كانوا متفوقين لأن الاجتماع السياسي والمجتمع كان هناك. لكن ما فعلا في اجتماعيا ما أهمية وجود هذه القدوات في 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 في, في الارتقاء بالمجتمع وإعادة هذه القيم للحياة وللسلوك وللواقع؟ مطرح الإشكالات كما هي مطروحة الآن في المجتمعات الغربية، لا ولعل حتى نحن في المجتمعات العربية الإسلامية، يعني من بين الإشكالات الكبرى المطروحة الآن على مستوى علم الاجتماع وعلم النفس وكل العلوم الاجتماعية، هو من الذي يسبق، الفرد أم الجماعة، أو الفرد أو المجتمع؟ بمعنى هل المجتمع يمكن تغييره انطلاقا من تغيير الأفراد، أم نحتاج إلى تغيير المجتمع حتى يتغير الأفراد؟ وقضية القدوة، الأخ تكلم على السياسة، الرسول عليه الصلاة والسلام في المجتمع المكي بنى أفراد وغير قناعات فردية، ولكن عندما وصل إلى مستوى ضرورة تغيير المجتمع، تغيير مؤسسات، انتقل إلى المدينة، والمدينة لم يكن هناك خطابا وعظيا، بل كان عبارة عن عقد مدني مرتبط بمجتمع سياسي مبني على مؤسسات. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من حالة الوعظ كما أو الدعوة إن صح التعبير إلى مستوى الدولة. وإنما تكلم عن رجال السياسة أو الحكام، أنا أتكلم عن المؤسسات، أنا لا يهمني رئيس جمهورية أو وزير، تهمني المؤسسة التي يمثلها والقرارات التي تصدر عن يعني تصدر عن المؤسسة التي يعني يرأسها والتي يديرها. إذن عندما نتكلم عن القدوات حقيقة يجب أن نتكلم بطريقة موازية، يعني يجب أن تكون في المجتمعات العربية الإسلامية القدوة، وهي موجودة على المستوى الإعلامي، موجودة على مستوى المساجد، موجودة على مستوى الجمعيات الخيرية، على مستوى العمل التطوعي. يعني الآن الوعظ والإرشاد بالعكس هناك كثافة في الدعوة، في السبعينيات الثمانينيات كان عليك أن تنتقل إلى المسجد لكي تسمع درس وتسمع موعظة ممكن في مرة في الأسبوع. الآن على مستوى اليوتيوب، على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي، هناك شفافة وهناك يعني حضور قوي للخطاب الوعظي. وأنا عندما أتكلم، إذن أين المشكل إذن دكتور؟ ألو نعم أسمعك دكتور. هنا اسمعك دكتور واصل. عندما نتكلم عن الوعظ، نعم الوعظ لا اقصد بان لا يجب ان تكون هناك دعوه، ولكن ذلك الخطاب الذي يتمثل الجانب الاخلاقي، بمعنى ان هناك متلقي وهناك يعني من يحمل الخطاب. الوعظ ممكن أن يكون على مستوى العملي، على مستوى العلاقات الاجتماعية، إذن على مستوى القدوة يعني. نعم القدوة، ولكن القدوة هذه القدوة يجب أن تكون لديها حضور اجتماعي، بمعنى أن
الآن عندما نتكلم عن 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 الرياضيين وعن عن ممكن حتى الرياضيون، أنا أعتقد بأن إذا قلنا بأن الرياضي قدوة والمغني قدوة، وفي بعض الأحيان يتكلموا بهالطريقة، يقول لك هناك كما قال الأستاذ الأيقونات، هذه الأيقونات هي عبارة عن أصنام تعبد وفق ميكانيزمات اقتصادية. إذن غياب القدوة هو غياب النخبة، هذا هو الأساس، يعني النخبة التي يرى فيها المواطن بأنها هي تقود وعيه الاجتماعي والسياسي وعيه الاقتصادي. في غياب هذه النخبة يأتي الشباب ويتبعون ما يوحى إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع فقدان الوعي، مع ضعف الوازع الديني والوازع الأخلاقي والتفكك الأسري. نحن نتكلم الآن عن تفكك أسري رهيب في المجتمعات العربية الإسلامية، وأنا أقول لا خطاب ديني حقيقي وقوي إلا بوجود رابط اجتماعي مبني على أسرة قوية، لأن الخطاب الديني لوحده لا يمكن أن يكون لديه الفعالية لدى الفرد إن لم يشعر ذلك الفرد بأن هناك يعني انتماء لعائلة ولأسرة ولمجتمع تسوده قيم الأخوة وقيم قيم العلاقات الاجتماعية والاحترام. إذن هناك تكامل بين القيم، يمكن أن نتكلم عن قيم التسامح دون أن نفعل أو نحافظ على القيم الأسرية والعائلية التي أعتقد بأنها أساسية بناء فرد مستقر إلى مستوى. واضح دكتور يوسف. الشيخ مختار، ما هي رسالتك في النهاية إلى من يسمعنا الآن فيما يتعلق بهذا المعنى؟ خلينا نبقى في معنى التسامح، معنى يعني التنازل، من أجل توفير مساحة مشتركة، لأنه هكذا تشوف دكتور أنه بعض الأحيان أجل كلمة واحدة يمكن أن يغض الطرف عنها الإنسان. يعني المرة الفاتت أقرأ في زوج قتل زوجته بسبب الملح في الطعام أمام ابنه عمره 12 سنة، فبالتالي تحس أن هناك عبارات، هناك سلوكيات مضرة ضررا بالغا بالمجتمع، أساسها الأول هو عدم وجود ثقافة هذا التنازل أو التسامح أو العفو. من كلمة في بعض الأحيان تصبح إنما النار من مستصغر الشرر، مصائب كبرى تبنى على عبارات يمكن التغافل عنها أو التنازل. ما رسالتك لمن يشاهدنا خاصة في هذه النقطة تحديدا؟ بارك الله فيك. نحن نعود إلى الأصل، القرآن والحمد لله قد بنى هذه النفوس وأخرجها من ظلمات الجهل والعنف والعدوانية إلى هذا التسامح وإلى هذه الأخلاق السامية الملائكية إن شئتم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام قد دعانا إلى الإحسان وبينا أن الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلابد من الإحسان، والإحسان هو قبة الدين. الدين والحمد لله دعانا إلى حسن معاملة الآخر. نعود إلى الأصل، الأصل أن الإنسان يفعل هذه الأشياء لمرضاة الله عز وجل. فالدروس والوعظ والتربية الأسرية كما أشار الأستاذ، وهذه الحاضنة الاجتماعية التي تغرس في قلوب أطفالنا هذه المعاملة، هذا الإيثار، الإحسان، هذا الوازع الديني لابد أن نغرسه مجددا، لا يكون مجرد حكايات يعني وخرافات وأشياء هكا، ولكن يكون عمليا. إيجاد القدوات مهمة، الأستاذ أشار إلى النخبة، لا نجد نخبة مستقيمة في مجتمعاتنا. ما يعرض علينا عندنا مثلا نحن الآن في تونس يقول نكبتنا في نخبتنا، فحتى النخبة المثقفة تورطت في الجرائم السياسية. طبعا دون تعميم دكتور، دون تعميم الأمانة. ربما دكتور دون تعميم، لأن النخبة الصالحة موجودة، ولكن لا يفسح لها المجال ربما. نعم، هي لا تظهر النخبة الصالحة. لا يظهرون لنا إلا النخبة الفاسدة. المفسدة هي التي تظهر على السطح، بينما النخبة المتميزة المصلحة يجب تغييبها، وهذه هي المصيبة. فالمجتمعات هي قطعان مساكن هكذا، يريدون قدوات
يريدون من يقودهم إلى الخير، فهم يريدون القدوة الحسنة. القدوة الحسنة إذا لم نجدها في وسائل الإعلام، لم نجدها في المؤسسات الرسمية، علينا أن نجدها في الأسر، في العائلات، في الفضاءات التي يمكن السيطرة عليها. والدعوة بالسلوك، والدعوة بالقدوة الحسنة، والدعوة العملية ربما الآن دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال. نعم دكتور، ربما الآن كذلك وسائل التواصل الاجتماعي يسرت كثيرا على من يبحث على القدوة الحسنة، موجودة متوفرة بدون ثمن تقريبا. إذا وقع تغييبها في وسائل الإعلام فلا يمكن تغييبها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقط على هذه النخبة أن تجتهد هي نفسها كذلك في تقديم الجديد، ألا تبقى بالموروث وتكرر، فقط أن تبتكر وسائل جديدة مربوطة فعلا بالواقع، أن تربط المعنى بهذا الواقع من أجل تغييره. ولكن في كل الحالات الملاحظ أن هناك يعني تطورا، موجود الجريمة وموجود سوء الأخلاق، لكن في مقابله هناك كذلك حرص وسعي من عدد كبير من المسلمين للالتزام بهذا الدين ومحاولة أن يعيشوه. رويدا رويدا ربما ستجد المجتمعات المسلمة طريقها مرة أخرى إلى الريادة. أشكركما شكرا جزيلا دكتور يوسف الحطابلي والدكتور مختار جبالي، كنتما معي في رحمة برنامج رحمة العالمين. أشكركم أنتم مشاهدي الكرام، موعدنا الأحد السبت المقبل بإذن الله. السلام عليكم.